أمك يا ربي تأخرت الدوام تأخرت وأنا جاهز. أخيرا لقيتك. خميس أبغاك بموضوع مهم. نانسي إذا جاي مع الصبح عشان تتكلم عن الزواج وما الزواج حبيبتي خلاص أنت فاتك قطار الزواج، فاتك طيارة الزواج، سيارة الزواج، فاتك الراحة لأيام الجاهلية ترى، فاتك خلاص يعني ما في زواج، يعني أنت فات عليك الزواج مثل ما فات على أبوك ذا ها إنه يلعب مع نادي برشلونة. ليه؟ ليه يا طنبق طنبق؟ مصر إنك تقهرني وتحطم معنوياتي. ناسي حبيبي لازم تفهمين أنت شينا بقول انت ملكة شؤون الرياض وضواحيها، بل على فكرة هذا قدرك انك انت واحدة شينا. ناظر في المراية، ناظر ايش في شكلي هنا وشوف ايش شكلي. اسمع عاد، اليوم جاييني عرس جديد ما شاء الله. هذا كم رقمه؟ 36 38 فرصة الزواج ضيعتوها علي وذهبت هباء بسبتك انت وابوي. خلاص ناسي خلاص، ما اتكلم في الماضي مات وخلاص ما اتكلم فيه، لكن انا ودي اسال سؤال، من ذا الثور المتخلف اللي جاء ورمى نفسه عشان ياخذك؟ وليد توفيق. يا ليت وليد توفيق، وليد قريب امك. اي عرفته، بس لا انا عارف من عمره يعني 55 50 60 70 مو عندي عمره، المهم اني اتزوج. طيب وانا وش المطلوب مني يا حبيبي؟ المطلوب يا خميسو انك ما تطفشه مثل اللي طفشهم قبله. يا ناسي افهميني، يعني انا سعيد جدا ان اختي تعنس ويكون عندها عيال واولاد بنات، يعني فرحه كبيره لي اني شفت بيت الحياه الزوجيه. فهمتي مني ولا لا؟ يعني هذا تكون سعيد، يعني من اغلى من اختي عندي في بيتنا. ما في خلاص، يعني انا اتمنى انك انت تعسين وتروحين بيت الزوجيه. يعني خلاص بتزوجني؟ وخري اكيد بتوافق. لا دلخ. بس يا ابو خميس، وليد كبير على نانسي موافقة. هذا موظف بسيط، ظروفه صعبة، ما عنده أمل في الحياة. هي بترجع له الحياة. زبثة، هذا ما عنده بيت، يبي يسكن مع أمه. نانسي مستعدة تسكن مع قرود، أهم شيء إنها تتزوج. لين سكيتي راسي يا ابو خميس، سكيتي راسي في سالفة نانسي. زين شو المطلوب؟ المطلوب حبيبي لازم نتمسك بهذا الولد بأي طريقة، لا يفلت منه، أي عيوب عنده لازم نغض النظر عنها، لأن البنت بصراحة أنا غسلت إيدي منها بالماي والصابون، بعد الجنون والخبال عنده طق الصقف. تدري ليش؟ بدأت تشاحن الجوال تربطه بشعرها، وسماعة الأذون تحطهم هني تحسبهم خزامة، يعني هذه آخر فرصة لها. ها على طاري الفرصة، مرة جاتني فرصة ذهبية لما كنا نلعب مع ماليزيا، كانوا المدافعين طايحين على الأرض وحتى حارس ماليزيا طايح على الأرض، فجيت أنا وسجلت الهدف. لا ما سجل. أنت فاشل في كل أقوالك. افتح قلبك للحب على مصاريعه، إن باعت حبيبك لا تبيعه، منت أول واحد يتسلف وتكثر مدافيعه، ولب قلوبكم كلكم يا حبايبي. ما شاء الله شعري ينكتم مويت بطارية. هذا من أي بحر؟ من البحر الأحمر. شنو؟ من البحر الأحمر. ما لها الضياع تبّل لك ولهذا الشعر. جرير احترم نفسك قبل ما أغلط عليك وامسح وجهك في هذا الفلت. سكت عليك اللعنة يا عقعقي يا عق والدك يا عاصي جدتك. على شحم بس. ماذا؟ أنا على شحمة؟ أنا فيلسوف العرب تقول لي على شحمها امام الاشهاد؟ اي فيلسوف اي غباء، انت اغبى واحد شفته في حياتي. يا 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 جماعه يا جماعه، عيب 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 عليكم والله، فشلتونا عند الثلاجه والله. ما له داعي ابد يا فيلسوف العرب انت يا جرير انك تغلط على كبيعه. يا اخي انتوا اخواني مسلمين، المفروض انه ما يكون في يعني شغلات بينكم حساسيه، انتوا تعطون الواقع، انت رجل مثقف هو رجل شاعر، والله ما عندي مع جدتي، فخطأ ثقافة مع بعض. إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل.
خف علينا يا البحتري. اسمع يا جرير، هذا شاعر، شاعر مخضرم، شعره كله من البحر الاحمر الميت، يعني ما يطلع له بيتين الا يقابله سمكة قرش وعيد قرش وعيد قرن عشان يجيب له بيتين جميله مثل ما شاء الله تبارك الله. يقويك الله يقويك، والله ما عندك ما عند جدتي. ساوله قيلوك هدر سلن تنساه البتة. عقل 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 يا جرير يا جرير، اسمع يا ولد عقل، اسمع انت وياه، ترى شم ريحه كفرات، وبعدين انا شاريه في شفاش مال غباري، ما ابغى الغبار يجي عليه. انقلعوا الطاقه هناك وخلنا نجيب الرشاشه وندبكم. سم طال عمرك، احنا ممكن اسالك سؤال طال عمرك؟ تفضل اسال. طال عمرك لو عندك اخت في البيت شينه شينه وعلتن قاعده على كبوتكم في البيت وما هي بزينه واحلى ما فيها اسمها انا نانسي يعني اقول اخلص يا خميس اختصر، ترى ليها الحين ما فهمت سؤالك ولا فهمت ايش تبي. يعني لو عندك اخت تقدم لها واحد عمره اكبر من عمرها بعشرين سنه، تزوجه ولا ما تزوجه؟ بسيط، انا اقول لك. سم اولا يا خميس، أيه؟ انا ما اوقف في طريق سعاده اختي نهائيا. حلو. ثانيا مساله السن هذه تراها بسيطه، يعني تعتبر شيء عادي يعني. حلو. ثالثا انا ما عندي اخت اصلا. ها حلو. طب رابعا انقلع برا اخلص عني. ان شاء الله قسم بالله لك نفسيه. خلي الشاهي. قسم بالله ما خليه، قسم بالله يا نفسيه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا وش بلاني اللي ما يفهم عني. الحقيقة يا عمي أبو خميس، وأنت يا ولد عمي خميس، ودي أحاكيكم موضوع ومستحين شوي. أبي يد بنتك نانسي. أهلا وسهلا، احنا شرفنا يا ولدي. أنا صحيح يعني أني وصلت حول الستين، يعني بدي شوي واصل الستين، بس توي شباب انا الحين اتبرج. ها ناظر، ها ما شاء الله ما شاء الله. اي والله ما شاء الله تبارك، اصلا وجهك متجعد متطبق متطبق، يبغى لك كي كي لين يطلع خشمك وعيونك تطلع. على فكره ترى ما في فرق بينك وبين اختي نانسي، ترى هي ها ها حول عمرك يعني، بس انها هي عانس 20 سنه. ايش بالك انت، اسكت لا تفتح ده. وش اسمه، انا الحقيقه ما علي قصور يعني، الحمد لله الخير واجد، راتبي حول 2000 ريال سمعت، ومع العلاوات والزيادات تبي يصير 2480 ابشرك. اي نعم. احنا يا ولدي ما تهمنا الفلوس. ايش اللي يبا ما تهمك الفلوس، راتبه ما يجيب دفايه يبا. الله يسلمك طال عمرك، كلك ذوق الله يطول عمرك. وبعدين لا تخاف على نانسي، لا تخاف علي ابد ابد، انا احطها بهذا سمعت، والسكن يا عمي يبي يصير مع الوالده بنفس البيت. اي ما شاء الله، والوالده عايشه الله يرحمها. اي عايشه، اجل حصه الله يسلمك. لا وجدتي معنا بعد. احنا يا ولدي ما يهمنا السكن، احنا يهمنا الرجال الطيب الزين. الله يسلمك يا عمي ابو خميس، يعني خلاص موافقين ولا لا؟ لا وقم انقلع يلا. ايش ايش فيك انت؟ فيك شيء؟ لا ما فيني شيء يابا، انت فيك شيء؟ لا انا ما فيني شيء. انتم فيكم شيء؟ لا احنا موافقين موافقين، خلاص مبروك. يسلمك يا عمي. ليش يابا يابا باركيلي يابا باركيلي، خلاص راح اعرس راح اعرس والله العظيم راح اعرس. مبروك مبروك الف مبروك يا يابا. ليه يما ليه يعني تواولين علي بالشر؟ ليه تبكين علشان يما؟ عشان رايح عنك كل يوم راح ازورك. لا عشان حظي ابكي، حظي النايم. افتكرت لما ابوك جاني اول يوم يطلب ايدي، يا ريت بس يا ريت ابوي يطرده ورمى من الشباك، لاني افتكرت بعدين وتاكدت ان تاريخ الكروي فاشل غير حافل. قفمي كابتشينو الشيخ جرير، قفمي قفمي. ايوه هذا في مهيلة ابويا. كفو كفو يا جون، كفو 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 كفو. بالعافيه بالعافيه بالعافيه. لا لا ما بي يلا اعطيه اعطيه. يلا 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 جهدر جهدر جهدر. يا شيخ جرير. ايوه. انت رجال لحيتين غالمه ورجال في الخير، والدنيا ما تدوم وودنا تصالح انت وفلاته. شوف يا ابا مطرب، ارجوك اللي يرحم والدي ووالديك. ابي ما تجيب سيرته مرة وأنا موجود. لماذا؟ يعني what happened؟
لم اعد اطيق سماع اسمه. يا رجال قلت صالحونه وفكونا من الشر والكلام اللي ما له داعي. كلا وفلا، انها الحرب بيننا. نعم، حربا كحرب البسوس والفسوس وحرب داحس والغبراء. وداحس والغبراء ذولي وش هم اللي حيتر؟ اول مره اسمع فيهم. هذولا كانوا مشاركين في برنامج ذا فويس ايام الجاهليه في سوق حكا. اها، دام من ايام الجاهليه اذا ما فيها مرض صالحون. دحش وخشمك اسمنت انتو راسك ذا اللي كنا قدر ضغط. لا لا والف لا، السيف اصدق انباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، وفيوز القلب محروقه وفي جسمي ضربني ماس. هاي انقلع انقلع انت وفيوزاتك، لا اقلعك بلاط. هاي انقلع. كم اسم صار عندنا في القائمه؟ السؤال وجيه يبا ولا اسم. وش نسوي الحين؟ ترى ذبحتوني، وش ذا القلق؟ هقول امنعوني، ابي اتزوج، ابي اعرس، ابي اشوف عيال، ابي عيالي، ابي اسمع يمه، ليش تحرموني؟ تبي تفضحين انت؟ كيف نعمل عرس من غير مدعوي؟ وانا ايش ذنبي ها؟ اذا انتم كنتم متخانقين ومتهاوشين مع نصف الكره الارضيه، ما دام عندنا لا اهل ولا اصدقاء، وانا وش ذنبي ما تقولون؟ عاد اسمعوني زين، اسمعوني زين، انا عندي اقتراح مره حلو. وش هو؟ وش هو؟ وش هو؟ وش 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 هو؟ خير خير، في شيء؟ لا ما في شيء. وش هو؟ شوف يابا، بحكم انكم انتوا عالم متزعلين مع خلق الله كلهم، ومشاكلكم اكثر من شعر روسكم، ليش ما نأجل العرس الين ما نتصالح مع خلق الله؟ لا لا، الا الفرح. ما يتأجل الفرح لو على جثتي، فهمت؟ مو بكيفك مو بكيفك مو بكيفك مو بكيفك مو بكيفك مو بكيفك. كفو يابا كفو يابا كفو يابا. خميس يس، اتصل في وليد واجل الفرح لمدة شهرين. حاضر يابا حاضر يابا حاضر يابا حاضر يابا. ضحكة شرانية وراها نكبة لأختي نانسي. جعير العرب، نورت باب منزلنا. ان شاء الله جعير يبطك من نخرتك يا ابني. جرير 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 جرير. لا انا لا لا اسف، لان تختلط علي الاحرف. انا اسف انا اسف طال عمرك. فيه روايه تدور في الحاره ان عندكم مناسبه. صحيح صحيح، انها مناسبه زواج فلذه كبدنا وحفيدتنا نانسي على احدى الرجال. ما شاء الله تبارك الرحمن، على البركة على البركة. بس بسألك سؤال. تفضل. وهل يجوز وهل يجوز؟ تفضل. الفلتلت فلاتة هذا معزوم من ضمن المعازي؟ طبعا طبعا، فلاتة هوساوي، هذا شاعر الحارة وكاتب 13 قصيدة في أختي وثمان قصائد فيني أنا والوالد، وسوف ينقلها على الهواء مباشرة أثناء ليلة الزواج. كلا وفلا. وش فيه؟ كلا وفلا، أنا لا يمكن أبداً البتة أن أحضر العرس هذا. ليش؟ ليش يا جعير؟ ليش؟ أولاً ألا شو اسمه هذا الشويعر فلاتة الرويبضة فلاتة هذا لا يمكن أجتمع أنا وياه في مكان واحد أبداً. أوف، على ضوء، على جدتي، علي الحرام ما سامحه. زين وش السبب اللي بينك وبين فرج؟ شو السبب؟ السبب يا أبو خميس اللي مسلفه 200 ريال، وفرج هذا قايم هايط، كل ما شافني حتى ما يرد السلام، ما يبي. افا افا افا، بس يمكن انت اذا التقيت معاه ممكن تتصالحون. انبسبل انبسبل، نهي نهي نهي، والله ما سامحه لو يحب الارض. افا افا، جاك العد. ليش تحار انت؟ ليش راسك لابس كذا؟ خليك مرن، خليك سمع زين. ابو خميس، بيني وبينك جعل، اقلب وجهك لا حطك بالله مع بعد. ها؟ والله لفرنك فرنك فرنك. بس بس فرنك الله، ما بقي الاشكال هذه سامحها. هين، الف مبروك على زواج نانسي. ونانسي دي ترى زي اختنا، احنا نتشرف يا خميس. اي دي نانسي زي اختكم، الله يبارك فيك، خلي منطي بصرك طال عمرك. خميس، هذا الماسخ جرير اللي سمي نفسه فيلسوف العرب هيكون موجود في الزواج؟
يا فلاتة حقيقة أنا أشوف إنها فرصة إنك تتصالح أنت وجرير يا أخوي، دام زواج أختي ناسي والدنيا أفراح بأفراح، خلاص أجمع الزلات. لا والف لا، علي الطلاق على جستي. أما علي الطلاق وعلى جستي، يا فلاتة يا فلاتة، أنت وجرير من فلاسفة الحارة ومن حثالة أدباء العرب، المفروض تصالحون ما تصيرين طنبق طنبق. خميس، اسمع من هذا العبد الفقير، هذا اللي يسمي نفسه جرير، ما هو طويل ولا هو قصير، ولا عند أمه سالفة في البحترة ويلبى قلوبهم كلكم يا حبايبي. أليمة. تفضل تقهوى عندي تفضل. لا 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 بروح أبكي على القصيدة. أليمة أليمة أليمة. أقول يما وش رأيك نعزم عمتي حصة؟ لا إلا عمتك حصة تكلمت علي ما أحبها من يوم ما قالت إني ما أعرف أطبخ الكبسة. ما فيها شيء. طيب وش رأيك نعزم سميرة جارتها؟ إيه هي عشة عمر معانا ولازم أعزمها على زواجي. لا ما نعزمها الشينة لأنها صفت مع عمتك حصة لما تكلمت علي، وعلى جثتي ما نعزمها لا هي ولا بناتها. يعني والحين ما سجلنا ولا اسم؟ لحظة خلي أمخمه وأتذكر. يلا أتذكري بسرعة خليني أكتب. أتذكر الأسماء اللي ما عرفها وما ضرتني وما وقفت ضدي. طال عمرك ترى يوم الخميس الزواج أختي نانسي وأنت أول المدعوين في الحفل إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لهم ويتمم لهم في خير إن شاء الله. أنا بصراحة يشرفني أني أحضر هذا الزواج المبارك. أنا بسألك خميس، أنت عزمت أحد من موظفين الوزارة؟ اي طال عمرك هذا اسمعهم كلهم اليوم كتبتهم وعزمتهم، عزمت وكيل الوزارة الشؤون القانونية. ما قطع إلا ذا تكفى على جثتي. طال عمرك لا طال عمرك. إيه شيل. وعزمت وكيل وزارة الشؤون الإدارية. لا إلا هذا بعد. لا لا هذا ثقيل دم. طيب وكيل وزارة الشؤون المالية للفلوس؟ لا لا أنت بتصيبني بجلطة أنت. لا إلا هذا على جثتي. لا هذا ما بدي حال مالي فلعزت تطعم. طيب طالما عزمت المدير المشتروات والمبيعات للوزارة حتى هذا؟ لا هذا نفس الشينة ودم الثقيل حتى أمر من عنده ما يسلم. نائب الوزير نائب الوزير. ولا هذا نائب الوزير قطع ذاك اللي يشتبيني خله يذلف. لا لا خله يذلف ما بقي بطل ما بقي في الوزارة إلا سعادتك ومع الوزير. حتى الوزير لا تعزمه ما رجعني. ما شطاع قسم بالله طارت انت نفسية كل العالم طارت خلاص طال عمرك. ان شاء الله طعمك ان شاء الله طعمك ان شاء الله طعمك. وش ان شاء الله اذرف حوجهي بس اذرف اطلع برا ان شاء الله. شرها على اللي حضر زواجكم بيشون اللي كان هني والإدارية. يا رجال على جثتي لا صلح لا تفاوض. ايه يا اخوي ما هي بسالفة 200 والله لو يحب الارض ما سامحة ولا تصلح معه. رجال ترى هذه شهامة هذه كرامة. ايه يجي قدام الربع قدام الربع قدام العالم كلهم يعتذر لي امام البقالة فهمت ولا لا؟ ولا خليه ينقل على شفرقة وجهه حرام بالله ما سامحه. يلا ماني فاضي لك ناس ما تختشي من زينكم وصالحكم. لا بارك الله فيكم. اسمع فرج انا اليوم عزمتك هنا في المجلس لامر ضروري جدا 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 وعلى نطاق ضيق جدا 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 على وهو ان اختي نانسي ان شاء الله زواجها قربها وبنسويه في السرعه على طريق الشفا ونبغى نكتب اسماء كل المدعوين واحد تلو الاخر انا وانت. وانا وش دخل امي في معازيمكم ولا ما تخلي امك وابوك هم اللي يكتبون. يا حبيبي أبوي وأمي ما في واحد ما زعلوه حتى نانسي ما هي راضي على أسماء اللي كتبتها وبما أنهم زعلانين أنا وأنت نكتب أسماء المدعوين عشان رتب الورق وكلش. ما عندي مشكلة. من أول المدعوين اللي تبون تعزمونهم؟ أول مدعوين ريلاندو وميس وميسي. أخس هذا عرس دولي ذا ريلاندو وميسي بيحضرون عرسكم؟ طبعا حبيبي هذا زملاء الوالد زملاء الوالد عشرة عمر. تخيل ان ميسي وريلاندو يدرون ان الوالد زوج بنت نانسي في استراحة على طريق الشفا ولا عزمهم وش بيكون موقف الوالد امامهم. لا حبيبي فكرهم المشاكل احنا نسعي منهم. ترى جونا كم مرة البيت وديناهم عتيقة ومنفوعة والدرعية وتصوره في الثمامة بايخة بحق الوالد وحقي امامهم ما نعزمهم. والله من تبسهل من تبسهل يا خميس. حق واجب يا اخوك حق واجب. بس نسوي بعد اكتب اكتب ابو جمعه. من هو ابو جمعه؟
بليه يا اخوي بليه ما تعرفه؟ بليه اسمه ابو جمعه؟ اي حبيبي ومسمي ولد جمعه باسم الوالد، ما تفهم الشيء هذا انت؟ ترى بعلم عشره، اوه عشره من ايام زمان. طيب تكتب ابو عبد الله جارنا؟ على جثتي يا شيخ لعقل عنابك ذا واكتب ذكريات في جبهتك، ما ابقى الا ابو عبد الله ذا يحضر زواج اختي، هذا دائما شوف وانا رايح المسجد ما يرد السلام، ولا يصلي، يصلي وما يرد السلام، حبيبي انس انس قسما بالله ما يحضر زواج نانسي. طيب نواف، نواف ولد خالتك، ورا ما تعزمونهم؟ على شحن بس ما ابقى الا نعزم نواف ذا. هذا زلابه ذا قاعد لي هنا كل ما لعب بالبارد مباراه ابوك ما جاب هدف ابوك طردوه ابو اعطاك كرت احمر لا حبيبي على جثتي قسما بالله ما يحضر وعلى فكره ترى هذا حلم قاطعينه من 5 سنوات طيب هذه فرصه مثلا يعني تتصالحون وترجعون مثل اول يعني لا حبيبي على جثتي اذا حضر واحد من ذولي هذولي بينهم وبيني حرب داحس والغبره تفهم ولا ما تفهم طيب خميس وش السبب يا حبيبي يا فرج ارحم امك لا تجيب سيره العالم كلهم انا قايل لك ذولي بيننا وبينهم مشاكل الدنيا ما نبي هم يحضرون زواج اختي نانسي حالنا نبغى اللي يحضرون زواج اختي نانسي ناس محترمين فاهمين مثقفين ما بيننا وبينهم زعل هذول احنا متزعلين يعني ودك يحضر واحد زواج اختي هو زعلان نو واي طيب وش رايك نعزم عمتك نوره اصبر حبيبي طنبق خلنا استشير امي وارجع اقول لك لما فرج يقول نكتب اسم عمتي نوره لا وعلى جثتي تقول على جثتي لو حضرت طيب خالك ابو سعد طنبق اصبر اسال ابوي يا ابو خالي يا ابو سعد على جثتي يقول على جثتي لو حضر طيب امي وش رايك نعزمها اصبر اسال نانسي نعزم ام فرج في زواجك ولا لا لو على جثتي تقول على جثتي لو حضرت انتبه طيب خميس يعني شو رايك بعد انا احضر عرسك باسمي شو ما سمعت اقول يعني اكتب اسمي انا احضر عرسكم قسما بالله لو تحضر عرس اختي ان على جثتي ما بقي لنا اشكال هذه ما ادري وانا قاعد انا وابوي بالبشت ولا انتخ انت ودرسك وين ابي احضر زواج نانسي اختي خميس ولا تحلم شوف ترى انت عزيز وغالي وصديقي وروحي وحياتي وانفاسي لكن عرس تحضر قسما بالله لا اصدمك بالسياره شوف السياره الخضراء ذي لا ادوسك دوس انتبه على اشكال هذه ما تحضر عرسنا انتبه ارجوك رجع خاص كنا من ضياع صراحه صديقك انا صديقك بلا تبر ارجوك انا وياك على جثتي اذا حضرت عرس اختي شوف الحين كم واحد وافقنا عليه يحضر زواج اختي ايش ترى عرس ما حضروا الا 3 ريناندو وميسي وجمعه بليه حقكم ده. خلاص يلا قوم انقل عن بيتنا انقل اولاد شوفوا بيتنا يلا برا خذ حلت عليك وعلى عرس اختي طب ما بقدر ذا الاشكال تحضر زواج اختي نانسي زلابه يلا ولا شوفك ما بقينا تنتصف المنصه مع نانسي انت والاورلاندو وابو جمعه بليه يلا على بالك ثقبه برا اشكال ما تعطي وجه بيحضر زواج اختي من زينك انت نظاراتك يلا لا تمر في الحاره ذي برا قسما بالله لا تضرب بطنك انقلع انت وجهك انقلع يا خميس خميس يا يبا فرح اختك على وليد بعد اسبوع وحنا للحين ما سوينا قائمه المدعوين يا يبا ترى انتوا جبتوا لي الضغط والسكر والبنكرياس حرام عليكم شيبتوا فيني من اول اسم نكتبه ها يما من اول اسم كلهم عوائل طنبق ما بقى احد منهم خلاص اكتب بيت ابو نواف لا 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 كلش ليش ولا ابو نواف هذا لا على جثتي
اله الا الله، هذا عشان والله اني يبا لا اله الا الله. وين عرق الموت؟ وين عرق الموت؟ لا اله الا الوالد. طنبك طنبك، الوالد مات حبايب، ما في بكاء حبايب. ايش قسما بالله يا نانسي، ما تعيشين على وليد ولا تشوفينه بعينك، فهمتي ولا لا؟ وانا الان المسؤول في البيت. يلا بروح ادور ناس عشان يصرون على الوالد. الله يرحمك، الله يرحمك يا ابو. كنت اقول له وش فيك؟ يقول ما فيني شيء. انت فيك شيء؟ ورد عليه يقول دنيا ولكن شاب صديق، انا ما في طنبك طنبك، في موت موت. بعدين كلامنا كله هذا خال ام ولد هاره كله نفر صديق، تعال كلام بابا موت عشان يودي مغسله كلام. ما في، خليه يولي، خليه يولي. الله لا يرحمه، الله لا يرحمه. بابا موت زعلان، هاره كله زعلان بابا، ما في نفر يسلي. انت يروح يشيل بابا، ودي مغسله غسيل، بعدين ودي مقبره عود يسلي. بعدين انا كل واحد منكم انا اعطي 50 ريال. خلاص خلاص، ادي بابا الله يرحمه، الله يرحمه. موت، هو موت زعلان، كلب كلب قا 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 موت. يلا يلا يلا. خليتك صديق في الدنيا. واحد اثنين